السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع من الإعدادات للهاتف فيفو واي 20S تراز في 2029 إصدار الأندرويد 12. قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو، ياريت لو تبص بص على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات أو فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز، لأن كل يوم فيه جديد. ندخل على طريقة الضبط من الإعدادات، ومش بنستخدمها إلا في حالة معرفتك للنمط أو كلمة مرور الجهاز. لو مش عارف النمط أو كلمة السر، هتلاقي في وصف الفيديو طريقة الضبط من الريكفري. للأسف إعادة ضبط المصنع من الإعدادات هتحذف كل بياناتك الشخصية زي الصور والفيديو وغيرهم. يفضل لو تنقلهم أو تاخد الملفات اللي محتاجها الأول. والضبط من الإعدادات مش بيوقف الجهاز على حساب جوجل نهائيا في أي جهاز، سواء كان فيفو أو غيره. في البداية بندخل على الضبط أو الإعدادات. انزل تحت خالص وادخل على إدارة النظام، النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط، مسح جميع البيانات، حدد مربع تنسيق وحدة تخزين الهاتف لو عاوز الجهاز يحذف كل البيانات المخزنة على ذاكرة الهاتف، اضغط على مسح الآن. اضغط على تأكيد. الجهاز هيعمل إعادة تشغيل، وفي الغالب هيفضل متوقف على شعار فيفو لمدة 5 دقايق تقريبا. بعد إعادة تشغيل الجهاز، اضغط على إعداد الهاتف، حدد اللغة واضغط على التالي. حدد الدولة أو المنطقة واضغط على التالي. وافق. تخطي. قبول. التالي. تخطي. التالي. تخطي. استخدام الآن. تم عمل إعادة ضبط المصنع من الإعدادات للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبك وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أتمنى لك دوام الصحة والعافية.